مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم اخبار اون تايم. نتمناها باذن الله تكون حلقة مميزة زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، بنتابع كافة التفاصيل الخاصة باخبار كرة القدم المحلية، ايضا جولة في الملاعب العالمية والدوريات الاوروبية المشتعلة كالعادة، وكذلك اخبار في الالعاب الاخرى او تخص الالعاب الاخرى. خلينا نبدا قبل التفاصيل زي ما احنا متعودين مع حضراتكم بابرز عناوين حلقة النهاردة. بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة عقب التعادل أمام الرجاء في المغرب والتأهل إلى قبل النهائي الأفريقي. الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر. المنتخب الأولمبي يواجه الكونغو وديا بالأسكندرية استعدادا لأمم أفريقيا. الليلة الأهلي والزمالك في مواجهة فاصلة لحسم بطل كأس مصر للكرة الطائرة. وعالميا تشافي يعلن مكاسب برشلونة ويعلق على مشاركة أصغر لاعب في تاريخ النادي. ومن العناوين خلينا نستعرض تفاصيل أخبارنا، والبداية بالتأكيد مع كرة القدم المحلية. بداية أخبارنا مع ممثل مصر في دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي اللي وصلت بعثته إلى القاهرة منذ ساعات قليلة قادمة من المغرب بعد مواجهة فريق الرجاء البيضاوي والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. بكده الأهلي هيواجه نظيره الترجي التونسي في الدور المقبل. طبعا امبارح الأهلي صعد للمربع الذهبي بعد نجاحه في تخطي عقبة فريق الرجاء بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، في الوقت اللي تأهل فيه فريق الترجي التونسي بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. بعد تأهل الأهلي أعرب سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول عن سعادته بالوصول للمربع الذهبي، وقال إن الأهلي قطع خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو التتويج بلقب البطولة بعد تخطي فريق الرجاء المغربي. شدد كمان سامي على إن شخصية لاعبي النادي الأهلي دائما ما تظهر في مثل هذه المواجهات الصعبة. أهدى قمصان التأهل إلى جمهور النادي الأهلي اللي بيعتبره ضلع أساسي في منظومة النجاح اللي بتضم بالطبع مجلس الإدارة إلى جانب الجهاز الفني واللاعبين. كمان احتفلت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بصعود الأهلي، وكتبت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي: الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي. طبعا صعود الأهلي لنصف النهائي هذه المرة بيعد هو المرة الرابعة بعد الصعود إلى في نسخ أعوام 2020 و2021 و2022 والنسخة الحالية 2023. كمان كان في لفتة مهمة جدا من لاعبي النادي الأهلي تجاه زميلهم في الفريق لاعب الشاب محمد فخري بعد ما حرصوا على التقاط صورة جماعية مع زميلهم بعد المباراة لدعمه معنويا بعد تعرضه طبعا لهجوم جماهيري قبل مباراة الرجاء المغربي. نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة لفخري خلال تفقده أرضية الملعب والتقاطه بعض الصور قبل انطلاق المباراة، وده اللي قابله عدد من الجمهور بانتقادات مش مبررة الحقيقة وسخرية، مش بس يعني انتقادات لأداء وده ممكن يكون أمر مقبول، لكن السخرية من شخص لاعب والتجاوز لحد السباب ده كان أمر طبعا سيء جدا، لدرجة أن اللاعب نفسه نشر مجموعة من التعليقات اللي جات له على هذه الصورة وعلق بأن الأمر تجاوز كل الحدود وحدود الانتقاد وأصبح أمر مؤذي، وقال حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا أمر مش مقبول أبدا من أي جمهور أيا كان، وما ينفعش نسيء استخدام السوشيال ميديا بهذا الشكل، لكن كانت لفتة طيبة من اللعيبة ولفتة طيبة كمان من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي اللي دعمت اللعيب اللي كان واضح أنه هو تأثر نفسيا بشكل كبير بعد الانتقادات اللي نالها على الصورة الخاصة بيه. الجهاز الفني للاعبي النادي الاهلي بقياده السويسري مارسيل كولر اغلق الملف الافريقي مؤقتا عشان يركز في الاستعداد لمواجهه الزمالك يوم الجمعه المقبل في السوبر المصري، المباراه ان شاء الله اللي هتتلعب على استاد محمد بن زايد في ابو ظبي. في اطار الاستعداد لهذه المباراه كولر قعد مع احمد ابو عبله طبيب الفريق خلال رحله عوده الفريق من المغرب علشان يعرف اخر تطورات اللاعبين المصابين وكمان موقفهم من المشاركه في المواجهه المقبله وتحديدا برنامج التحضير الخاص بهذه المباراة. زي ما احنا عارفين ومتابعين ان الفريق بيعاني من اكتر من اصابة خلال الفترة الماضية، منهم طبعا اللي تعافى ومنهم اللي لسه بيواصل التأهيل زي عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد الضوي، ينضم ليهم كمان في مباراة الامس ياسر ابراهيم اللي خرج من مواجهة الرجاء قبل نهايتها بدقائق وبسبب الاصابة، والاهلي ساعتها كان يستنفذ كل التغييرات.
قبل ما نكمل اخبارنا خلينا نرحب على التليفون بواحد من نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي، كابتن فتحي مبروك المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي. مساء الفل عليك يا كابتن فتحي. مساء الفل يا ابو حميد، ازيك؟ اخبار حضرتك؟ كل سنه طيب. انت زيك وكل الساده المشاهدين وقناه اون سبورت طبعا دائما متالقه يعني حقيقة. صحيح، ربنا يخليك. مبروك طبعا للنادي الاهلي ومبروك ليك بالتاكيد، خطوه مهمه نحو الوصول الى المباراه النهائيه، رغم ان الناس كانت بتشكك في بعض الاوقات في اداء النادي الاهلي خصوصا في دور المجموعات، لكن واضح ان النادي الاهلي في النوك اوت او في ادوار الاقصاء المباشر بيكون ليه شكل مختلف. رؤيه حضرتك الفنيه لمباراه الامس؟ لا طبعا، انا امبارح ماتش الرجاء اتفرجت عليه، النادي الاهلي كان احسن بكتير، النادي الاهلي كان مسيطر، النادي الاهلي يعني كان عامل حتى الضغط من قدام. فطبعا هنا مستر كولر والجهاز الفني ان هم عارفين امكانيات فريق الرجاء عشان كده بيلعبوا عليه، يعني صحيح. لعبوا ماتش كويس جدا جدا وادوا اداء كويس جدا. الناس كانت متخوفه يعني متخوفه من فرقه الرجاء، لان فرقه الرجاء في القاهره يعني في اول ربع ساعه كان ليهم شكل ليهم اداء مظبوط وكان ليهم طابع هجومي فخوفوا الناس. ولكن انا شايف النادي الاهلي كان افضل، النادي الاهلي يستحق ان هو حتى النتيجه تطلع 0-0 ويستحق ان هو يوصل للدور قبل النهائي. وهنا يتقابل الاتحاد غالبا مع الترجي التونسي، يعني في لان الترجي التونسي كسب شبيبه القبائل امبارح بالمجموع المباراتين 2-1 يعني. مظبوط. كابتن فتحي، الاداء نفسه بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه الامس كان مختلف تماما عن مباراه الذهاب، وواضح ان كولر ابتدى يتبع استراتيجيه جديده في مباريات الخارج الارض، المباريات الافريقيه اللي هي خارج الارض، طبعا يمكن يكون اتعلم الدرس من مباراه سان داونز. هل شايف ان ده كان الاداء الافضل او الامثل، فكره التحفظ الدفاعي ان هو يمكن ما فيش اي تسديده على المرمى، ولا البعض من جمهور النادي الاهلي شايف ان الاداء لازم يكون اجمل من كده؟ لا هو بص، اداء النادي الاهلي امبارح اداء كويس جدا، يعني الراجل برضه درس الفرقه كويس جدا، درس الرجاء كويس جدا، ابتدى يلعب كويس جدا، ابتدى يلعب على الاطراف، ابتدى علي معلول ومحمد هاني، ابتدى الشغل فعلا يبقى ليه تاثير كويس جدا جدا، وخصوصا لفرقه الرجاء. يعني فرقه الرجاء برضه مع احترامي الشديد طبعا لفرقه الرجاء، ولكن فرقه الرجاء ما تقدرش تقول ان هي قلقت النادي الاهلي، النادي الاهلي لعب صح، النادي الاهلي استفاد بوسط الملعب، استفاد النهارده بحمدي فتحي، النهارده مناعة عطيه، النهارده كل الناس حمدي والناس اللي موجوده في وسط الملعب، النهارده ديانج النهارده استفاد ان هو ممكن اذا كان هناك هجوم للرجاء كان هيدعم خط الدار بحمدي فتحي، لان بيمتلك قدرات فنيه ووظيفيه كويسه. يعني حمدي فتحي ممكن يخش بين الاسطوبارين يبقى بيلعب بثلاثه اسطوبارات والاثنين اللي على الطرف علي معلول ومحمد هاني. فالامور كلها، الامور كلها طبعا انا شايفها امور فنيه كويسه جدا جدا من مستر كولر. يعني نقطه التحول في المباراه كانت ضربه الجزاء من وجهه نظرك؟ هو طبعا يمكن ضربه الجزاء برده ما ضاعت، يمكن فرقه الرجاء برده خلي بالك الحته دي بتدي دافع جدا جدا للعيبه والجماهير. انت عارف جماهير الرجاء امبارح كانت بتشجع فرقتها لاخر لحظه عشان تجيب جول، ولكن ضربه الجزاء يعني فعلا بتدي يعني خلاص شيء من المعنويات الهابطه للفرقه ان انت طلعت ضربه جزاء، ودي بنسبه 100% تهديف زي اعطاها. فخلاص الوقت ابتدى يستهلك، فرقه الاهلي ابتدت تلعب كويس، ابتدت تستحوذ على الكره في وسط ملعب. فكل هذه الامور برضو النادي الاهلي يمكن زي ما قلت لك اجاد في هذه المباراه. صحيح. والنتيجه اذا طلعت بهذا الشكل، لا انا شايف نتيجه مرضيه جدا جدا يا الجهاز الفني واللعيبه وجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. تغييرات كولر من وجهه نظرك كانت في محلها ولا كان فيها بعض التاخير، خصوصا ان هو كان بيدفع كمان ب يعني عناصر هجوميه لما نزل طاهر ولما نزل كمان احمد عبد القادر مكان بيرسي تاو ومكان حسين الشحات؟ هي بص دايما طابع دائما مدير فني بيدرس الفرقه اللي قدامه كويس جدا. زي ما قلت لك فرقه الرجاء برده دفاعيا على فكره المنزلين ومحمد شريف المنازل واحمد عبد القادر والكل اللي لعبوا طاهر طبعا دول نواحي هجوميه كويسه جدا جدا. كان ممكن يستغل اندفاع لاعبي الرجاء ويقدر يستغل اي ثغره يقدر يسجل منها، فانت كنت ممكن تكسب برضه هذه المباراه يعني بالتغييرات اللي عملها مستر كولر. يعني مواجهه صعبه طبعا للاهلي امام الترجي في نصف النهائي، لكن قبلها كمان في مواجهه اهم من وجهه نظر كولر دايما بيفكر او بيبص مباراه بمباراه، هي مباراه السوبر يوم الجمعه اللي جايه. طبعا الاهلي بنشوه معنويه بعد التاهل، ايضا الزمالك يعتبر الى حد ما ابتدى يتحسن بعد الفوز في اخر مباراه امام سيراميكا. رؤيتك لمباراه الجمعه اللي جايه ان شاء الله قمه الزمالك والاهلي في السوبر يا كابتن فتحي؟ لا بص طبعا انا يمكن اتمنى ان هي تطلع قمه، اولا من الناحيه هيحضر جماهير، هيحضر جماهير دي برضه عنصر مهم جدا جدا. اتمنى من كل قلبي ان احنا فعلا يبقى النهارده العنصر، النهارده عنصر الروح وعنصر السلوك النهارده الجماهيري، ان كل جماهير تشجع فرقتها. يعني مالهاش فرقه مالهاش بالمنافس، خليك انت فرقتك، شجع فرقتك زي ما انت عايز، شجع لعيبتك زي ما انت عايز. ولكن لما تيجي تبص للاداء الفني، لا الاداء الفني فيه استقرار في الجهاز الفني في النادي الاهلي، فيه استقرار ايضا في اللعيبه في مراكز اللعيبه،
العيبه عندها برضه تضاف حاجه جديده في النادي الاهلي، ان بطوله السوبر برضه دي حاجه كبيره جدا بتضاف لرصيد اللعيبه ورصيد الجهاز الفني ورصيد جماهير النادي ومجلس اداره. فكل هذه الامور لا هيبقى في تركيز كويس جدا 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 يعني في هذه المباراه. وانا شايف ان مش عشان انا من النادي الاهلي، لا انا شايف ان المباراه دي ممكن النادي الاهلي يستثمر الحاله الفنيه العاليه اللي عنده ويكسب هذه المباراه. اخيرا بالنسبه لمباراه الترجي، شايف اللقاء هيبقى عامل ازاي، خصوصا ان الترجي ما تقدرش نقول برضو افضل مستويات او في افضل حالاته الفنيه في المباراه المقبله، الاهلي ممكن يتعامل ازاي في هذه المباراه، خصوصا كمان مباراه الذهاب هتكون في رادس. بس انا برضو اتفرجت امبارح على لقاء الرجاء وشريط القوي، لا الرجاء عنده سوري الترجي عنده لعيبه كويسه، عنده لعيبه مهاريه كويسه، عنده لعيبه عندها فكر كمان كويس يعني عندهم روح، بيلعبوا بروح يعني في فعلا بتلعب بروح، ودي برضه عنصر من عناصر كره القدم ان الفرقه المنافس بيلعب بروح. فرقه الترجي فرقه من الفرق كويسه جدا جدا على مستوى الكره التونسيه، وزي ما قلت لك هيبقى ماتش برضه للنادي الاهلي هيبقى ماتش صعب يعني مش ماتش سهل، لا اكيد ان زي ما قلت لك عنصر الروح وعنصر الاداء الفردي عندهم لعيبه مميزين جدا. فان شاء الله النادي الاهلي برضه يقدر يكسب هذه المباراه ان شاء الله. يلعب الماتش اللي جاي امام الترجي بنفس الاستراتيجيه كده اللي لعب بيها امبارح يا كابتن فتحي، ولا يندفع اكتر او يعني يبادر هجوميا اكتر، خصوصا انها هتكون لسه مباراه الذهاب؟ لا بص، دي انا بقول دايما استراتيجي مدير فني مستر الكره والجهاز الفني ان هو دايما في المباراه الاولى، في المباراه الاولى دايما بيبقى عنده دفع هجوميه كويسه جدا لانه بيستثمر الجماهير، بيستثمر ملعبه، بيستثمر ايضا الحاله الفنيه اللي عليها اللعيبه، ودي بتبقى في حق النادي الاهلي كويسه، في حق لعيبه النادي الاهلي كويسه. وزي ما قلت لك اذا النادي الاهلي بيسجل في الاول لا بيبقى فيه ارتياحيه، ما بقاش فيه اداء فيه عصبيه، فيه توتر، فيه جماهير بتبقى مستعجله، لا بيبقى دايما النادي الاهلي بيبقى افضل كتير يعني. تمام كابتن فتحي، طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تحليلك الرائع والمتميز كالعاده، كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي فيما تبقى من مشواره في دوري ابطال افريقيا. نروح بقى على اخبار نادي الزمالك اللي بيواصل فريقه والاستعدادات الجاده والقويه لمواجهه النادي الاهلي قبل السفر لاقامه معسكر بالامارات استعدادا لمباراه السوبر اللي بيسعى فيها بالتاكيد النادي الابيض للحصول على البطوله وتعويض خسارته للعديد من البطولات هذا الموسم، واخرها الخروج من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، وكان من قبلها طبعا توديع كاس مصر من دور نصف النهائي النسخه الماضيه، والابتعاد ايضا بشكل كبيرة عن المنافسة في بطولة الدوري الممتاز. في إطار الاستعدادات لهذه المواجهة، طلب المدير الفني الكولومبي أوسوريو من معاونيه تجهيز ملف كامل عن مباريات الأهلي الأخيرة، طريقة لعبه، استراتيجيته، المدير الفني، كل الكلام ده من أجل طبعا التجهيز والاستعداد جيدا لهذه المواجهة، خصوصا أن الكولومبي بيعلم جيدا أن مواجهة السوبر هتكون بوابة الدخول ليه طبعا لقلوب جماهير القلعة البيضاء. ما زلنا في الحديث عن نادي الزمالك واستعداداته لمواجهه السوبر، بيجهز المدير الفني كارلوس أوسوريو جميع اللاعبين الشباب المتواجدين في قائمه الفريق علشان يكون ليهم دور في المشاركه في المباراه المقبله. المباراه طبعا هتلعب يوم الجمعه اللي جايه، الساعه هتكون الساعه 7:30 بتوقيت القاهره بالتوقيت الجديد بقى طبعا التوقيت الصيفي. المدرب الكولومبي عايز يباغت الاهلي في المباراه بعدد من اللاعبين الشباب اللي اثبتوا نفسهم في المباراتين اللي فاتوا، سواء مع مباراه المقاولين او مع مباراه سيراميكا كليوباترا، وده طبعا عشان يزود من معدل اللياقه البدنيه، معدل الجري في الملعب، وده اكيد هياثر بشكل ايجابي لصالح الزمالك من وجهه نظره في ظل صغر سن لاعبي الزمالك والاجهاد كمان المصاحب للاعبي الاهلي من توالي المباريات. أوسوريو كمان عقد جلسات تحفيزيه مع اللاعبين الكبار وتحديدا محمود الونش ومحمود شيكابالا قاده الفريق من اجل زياده التركيز، وطالبهم بالشد من اذر اللاعبين الصغار اللي ما شاركوش قبل كده في مثل هذه المحافل الكبرى للاعتماد عليهم، خاصه ان تلك المباريات بتصنع النجوم. الكولومبي فريدي هرناندو ده بقى المساعد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، وصل بالفعل الى القاهره خلال الساعات القليله الماضيه للانضمام للجهاز الفني للفريق، ومن المقرر أن يظهر المدرب المساعد في تدريبات الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة السوبر. زي ما احنا عارفين أن اللي كان بيساعد المدرب الكولومبي فنيا من ساعة لما تولى تدريب الفريق هما الثنائي المصري مدحت عبد الهادي وأحمد مجدي اللي تولوا المهمة الفنية في الجهاز الجديد قبل مجيء أوسوريو للقاهرة، ونجحوا طبعا في تحقيق فوز مهمة على كل من البنك الأهلي وحرس الحدود.
ما زلنا مع القلعة البيضاء، حيث وافق الكولومبي كارلوس أوسوريو على فكرة تسويق البنيني سامسون أكينيولا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نهاية الموسم الحالي، ومنح المدرب الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم قناعاته طبعا بقدراته على أن يتم تعويضه بالتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي من العيار الثقيل في الميركاتو المقبل. من المنتظر أن يعقد مسؤول الزمالك جلسة مع أوسوريو خلال المرحلة المقبلة لحسم عدد من الملفات المهمة الخاصة بالفريق، ما بينها بالتأكيد ملف الصفقات الصيفية. كمان وصل مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم، في طبعا تدريبات اللي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي الزمالك بميت عقبة استعدادا لمباراة السوبر المحلي. أدى شلبي مجموعة من التدريبات الفردية على هامش المران ضمن المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي بعد ما كان تعرض للإصابة بشد في العضلة الضمة، لكن لسه موقفه مش واضح من مباراة السوبر، وإن كان الأقرب إن هو هيكون متواجد لو يعني تماثل الشفاء وأصبح جاهز فنان بدنية للسفر إلى الإمارات. نروح للمنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي. النهاردة هيلعب مباراة ودية في غاية الأهمية مع نظيره الكونغولي في تمام السادسة مساء على استاد الإسكندرية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، البطولة إن شاء الله اللي هتقام في المغرب المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والبطولة هتلعب في يونيو والقرعة إن شاء الله هتكون يوم 5 مايو المقبل. وزي ما احنا عارفين بيتأهل أول ثلاث منتخبات مباشرة إلى الأولمبياد، في حين بيلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على تذكرة الملحق أو التذكرة الرابعة. انتظم المنتخب الأولمبي بالفعل في معسكره بالإسكندرية استعدادا لخوض لقاء اليوم، وبتضم قائمة اللاعبين في المعسكر في حراسة المرمى كل من علي الجبري ومحمد جميل ومحمد نديم ومحمد السيد عبده، خط الدفاع حسام عبد المجيد، عبد السلام، محمد طارق، حاتم سكر، محمد عدنان، محمد حمدي، احمد عيد، عمر فايد، ومحمد سعد سمير، احمد بهاء، واحمد السيد عبد النبي. اما في خط الوسط محمد حسام بيسو، احمد عبد الرحيم ايشو، مصطفى سعد، عماد ميهوب، احمد فوزي، محمد عطيه، العربي بدر، محمد شحاته، عبد الغني محمد، محمود جهاد، وعلي زعزع، وفي الهجوم احمد عاطف وعبد الرحمن اجويرو واسامه فيصل. امبارح يمكن تابعنا مباراة قوية في كأس الرابطة في دور ربع النهائي ما بين المصري والإسماعيلي، قدر فيها أبناء بورسعيد إن هم يحسموا التأهل في ديربي القناة لصالحهم بنتيجة 2-0، بس يمكن المباراة حصل فيها بعض الأحداث، وعشان كده مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أصدر النهاردة بيان رسمي بيطالب فيه بإعادة المباراة. تعالوا برضو نقول لحضراتكم نص البيان، قال فيه بيتقدم نادي الإسماعيلي بشكوى رسمية مدعومة بالتقارير الطبية والأدلة الدامغة ضد خالد الغندور حكم مباراته أمام المصري البورسعيدي التي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية، وذلك بعدما تسبب الحكم خالد الغندور في صناعة أجواء ملتهبة ومشحونة أدت إلى إصابات دامية لنجوم الإسماعيلي باهر المحمدي ومحمد هاشم وعبد الرحمن مجدي. أصيب هاشم بجرح تم تضميده بنحو 4 غرز بضربة متعمدة، ولم يكلف حكم المباراة نفسه عناء مراجعة الفار، كما أصيب اللاعبان المحمدي ومجدي بجروح خطيرة، وجاء ذلك بسبب قرارات الحكم التي منحت المنافس فرصة للاستمرار في اللعب بخشونة مفرطة وقوة غير مشروعة دون أن يجد لاعبو الإسماعيلي الحماية الكافية. وخسر الإسماعيلي من المصري في أجواء لا علاقة لها بالروح الرياضية، وذلك بسبب حكم المباراة، ويطالب الإسماعيلي في شكواه بمعاقبة الحكم وإعادة المباراة، خاصة أن الأخطاء التحكيمية كانت جسيمة تسببت في خروجه غير المستحق من كأس الرابطة التي كان أبرز المرشحين للفوز بها، ويهيب الإسماعيلي بمجلس رابطة المحترفين سرعة التدخل وإعادة الحق لأصحابه. النهاردة ممثل مصر في الكونفدرالية بيراميدز عنده مواجهة صعبة وفي نفس الوقت مجهولة المصير أمام مارومو جالانس بطل جنوب أفريقيا في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. المباراة إن شاء الله هتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد رويال بافوينج في مدينة روسنبرج بجنوب أفريقيا، الملعب اللي بيتسع لقرابة 45,000 متفرج. طبعا كانت مباراة الذهاب اللي جمعت ما بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، وبالتالي بيراميدز بيحتاج تحقيق الفوز بهدف وحيد دون أن يستقبل أهداف لحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة. مباراة صعبة لكننا بالتأكيد نثق في لاعبي بيراميدز وجهازه الفني بقيادة جايمي باتشيكو إن شاء الله أنهم يتأهلوا ويكملوا المشوار في المربع الذهبي في الكونفدرالية.
نعود مره اخرى الى كاس رابطه. النهارده عندنا مباراتين في غايه الاهميه في ختام الدور ربع النهائي. بيواجه فريق البنك الاهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في 6:30 مساء على استاد القاهره الدولي ضمن منافسات ربع نهائي كاس رابطه الانديه المحترفه. الفريقين بالتاكيد بيسعوا للوصول للمربع الذهبي. البنك الاهلي كان حسم تاهله لدور الثمانيه من بطوله كاس رابطه الانديه بعد الفوز على الزمالك بثلاثيه نظيفه، المباراه اللي كانت جمعتهم على استاد المقاولون في اطار دور ال 16 من عمر هذه المسابقه، وسجل ثلاثيه البنك الاهلي وقتها كريم بامبو ومحمد هلال وعبد الله جمعه لاعب الزمالك بالخطا في مرماه، في حين على الجانب الاخر كان تاهل نادي سيراميكا كليوباترا لربع نهائي هذه البطوله بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بنتيجه 5-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. كان افتتح محمد ابراهيم وقتها التسجيل لنادي سيراميكا في الدقيقه 5 من ركله جزاء، وتعادل بركات حجاج لسموحه في الدقيقه 15. على الجانب الاخر المباراه الثانيه هتكون ما بين حرس الحدود وفيوتشر، واللي هتنطلق في تمام الساعه 9:00 على استاد بترو سبورت بدلا من استاد الماكس او حرس الحدود بالماكس. مباراه قويه بالتاكيد ضمن ختام ربع نهائي كاس الرابطه. فريق فيوتشر كان تاهل الى هذا الدور بعد الفوز على طلائع الجيش وخيم التعادل السلبي على نتيجه المباراه. كل طبعا مباريات الدور ال 16 لو تفتكروا كانت كلها انتهت بالتعادل وبركلات الترجيح باستثناء مباراه الزمالك مع البنك الاهلي، وكان حسم فيوتشر ايضا ركلات الترجيح لصالحه بنتيجه 3 ركلات مقابل ركله لفريق طلائع الجيش. اما حرس الحدود فكان تاهل الى هذا الدور على حساب فريق المقاولون العرب بعد الفوز ايضا بركلات الترجيح بنتيجه 6-5 بعد التعادل في الوقت الاصلي من هذه المباراه. نروح بقى الى اخبار دوري القسم الثاني الممتاز بيها. هنبدا مع نادي الهلال بمطروح، حيث قررت لجنه مسابقات القسم الثاني نقل مباريات الفريق الى ملعب مركز شباب الحمام لحين الانتهاء من الاصلاحات داخل ملعب استاد جامعه الاسكندريه، وده طبعا الخطاب الرسمي لنقل المباراه. هتكون مباراه الهلال مع الاولمبي يوم الثلاث الجاي اولى مباريات الفريق على ملعب مركز شباب الحمام. نروح لنادي الترسانة واللي بيستعد للمواجهة الصعبة مع منتخب السويس يوم الجمعة اللي جاية. استعد الفريق بقيادة المدير الفني حسين شكري بخوض 8 مباريات ودية استعدادا لاستئناف مباريات الدوري اللي كان طبعا توقف طوال فترة شهر رمضان. وتعادل فريق الترسانة مع الرجاء والفيوم بنفس النتيجة 1-1، وخسر من زد بهدفين مقابل هدف، وفاز على الانتاج الحربي 1-0، وفاز كمان على الجونة 2-0 وعلى ايسترن كومباني بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، وفاز ايضا على بورتو السويس ب 2 هدفين مقابل هدف، وتعادل مع أسوان بهدفين لكل فريق في آخر مبارياته الودية. بيستعد الفريق طبعا لمواجهة منتخب السويس في إطار مباريات الجولة ال 24 من دوري القسم الثاني، وبيحتل حاليا الفريق المركز الثامن برصيد 35 نقطة. لسه مع استعدادات فرق او دوري الدرجه الثانيه، ونروح لنادي بايونيرز، حيث تقدم الفريق بطلب الى لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم لنقل مبارياته المقبله الى ملعب حمدينو عبد الجليل بدلا من ملعب استاد شربين. وبيستعد بايونيرز لمواجهه المجد السكندري في اطار نفس مباريات الجوله، وبتامل الاداره في اقامه مباراتهم مع الهلال في الجوله ال 25 على ملعب حمدينو عبد الجليل. مشاهدينا اخبارنا ما زالت مستمره وفقراتنا ايضا ما زالت مستمره، لكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره اخبار الكره العالميه واخر اخبار الدوريات الاوروبيه.
هنبدأ جولتنا العالمية زي ما احنا متعودين مع حضراتكم باستعراض أجندة مباريات اليوم وأبرز المباريات اللي هتلعب في الدوريات الأوروبية، والبداية مع البريمير ليج الدوري الإنجليزي. النهاردة في الجولة 34 فولهام هيواجه مانشستر سيتي الساعة 4، وفي نفس التوقيت مانشستر يونايتد مع أستون فيلا، وكذلك نيوكاسل مع ساوثهامبتون، وبورنموث مع ليدز يونايتد. أما في تمام السادسة والنصف ففي قمة بتجمع ما بين ليفربول وتوتنهام. وعلى صعيد الليجا الإسبانية، قادش هيواجه فالنسيا الساعة 3، فياريال مع سيلتا فيجو الساعة 5:15، إسبانيول مع ختافي الساعة 7:30، وبلد الوليد مع أتلتيكو مدريد الساعة 10. كل المباريات في الجولة 32. وفي الجولة 32 أيضا ولكن من الكالتشو الإيطالي، إنتر ميلان مع لاتسيو الساعة 1:30، والساعة 4 ثلاث مباريات، ساسولو مع إمبولي، كريمونيزي مع هيلاس فيرونا، ونابولي مع ساليرنيتانا، وفي الساعة 7 مساء فيورنتينا مع سامدوريا، وفي تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة بولونيا يستضيف يوفنتوس. وفي الجولة 30 من البونز ليجا الألمانية، بايرن ميونخ يستضيف هيرتا برلين في تمام الرابعة والنصف عصرا، وفي تمام السادسة والنصف مساء فولفسبورغ في مواجهة ماينز. وعلى صعيد الدوري الفرنسي، وصلنا لمباراة الجولة 33، موناكو بيستضيف مونبلييه في تمام الثانية ظهرا، وفي تمام الرابعة عصرا عندنا كليرمون فوت مع ستاد ريمس، وتروا مع نيس، ورين مع أنجي، وفي تمام الساعة السادسة باريس سان جيرمان مع لوريان، والساعة 10 لربع مارسيليا يستضيف أوكسير. هنبدأ مع إسبانيا والانتصار الكبير اللي حققه برشلونة بالأمس على ريال بيتيس بنتيجة 4-0 في الجولة 32 من الدوري الإسباني، واقتراب الفريق الكتالوني أكتر وأكتر من حسم لقب الليجا في هذا الموسم بعد ما حافظ على فارق 11 نقطة مع أقرب ملاحقي ريال مدريد. فريق برشلونة عزز صدارته للدوري ووصل للنقطة 79 وفاضل 6 جولات فقط، وطبعا تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة هو أسعد الناس بتحقيق الفوز، خصوصا إن اللاعبين وفقا لتصريحاته أدوا مستوى جيد جدا أمتع الجماهير. اتكلم كمان في تصريحات ما بعد المباراة على لامين يامال، اللاعب اللي أصبح أصغر لاعب يشارك في برشلونة أو في تاريخ برشلونة في الدوري، وشارك وهو امبارح عنده 15 سنة و290 يوم بالظبط، وبالتالي هو خامس كمان أصغر لاعب بيشارك في مباراة بالليجا. تعالوا نسمع تصريحات تشافي بعد المباراة ونرجع نكمل كلام. على الجانب الآخر بالأمس أيضا، ريال مدريد حقق فوز كبير على ألميريا بنتيجة 4-2، وكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي اتكلم بعد ما حافظ الفريق على المركز الثاني ورفع رصيده ل 68 نقطة في جدول ترتيب الليجا، وكشف عن أسباب عدم المخاطرة بكريم بنزيما في مواجهة جيرونا قبل الماضية وعودته بقوة في لقاء الأمس وتسجيله لوحده هاتريك، واتكلم كمان عن ضياع تركيز الفريق واستقباله لأهداف كثيرة، وقال إن ده بيعتبر رسالة جرس إنذار قبل المباريات المهمة المقبلة. Claro que si pensamos a este partido, no tenía que arriesgarlo. La realidad es que el Karim está bien y lo ha mostrado en el campo. Creo que enfrente. لم أرد المخاطرة بكريم بنزيما في المباراة الماضية بالرغم من أنه بحالة جيدة، لكنه تألق في مواجهة ألميريا وأثبت أنه جاهز للمباريات الحاسمة في الموسم الحالي. فريقي يمتاز بخطورة مهاجميه. نملك لاعبين مهاريين مثل فينيو وبنزيما ورودريجو، كما أننا نلعب الكرة بصورة جيدة جدا عندما نمتلكها. ننجح في تسجيل عدد كبير من الأهداف في بعض المباريات، وصارت الأمور بشكل جيد في مواجهة ألميريا. لا أشعر بالقلق بسبب استقبال عدد من الأهداف في المباريات الأخيرة. أنا مدرك تماما قدرات فريقي وما يستطيعون عمله، خاصة في خط الدفاع، لكن الشيء الذي أعجز عن فهمي هو استقبالنا 6 أهداف في مباراتين بعدما خرجنا بشباك نظيفة في 4 مباريات متتالية. أعتقد أن ما حدث في لقاء ألميريا هو أننا لعبنا ببعض الاسترخاء رغم أننا حاولنا التركيز على تحسين منظومة الدفاع، لأنني أدرك أن هجومنا فعال جدا. لقد نجحنا في القيام بالضغط بعد خسارة حيازة الكرة، لكننا لم نحافظ على تركيزنا بعد التقدم 3 أهداف دون مقابل وسجل المنافس هدفا. لقد تحدثت بغضب عن ذلك الأمر مع اللاعبين في غرفة الملابس، ونجحنا بعد ذلك في تعزيز تفوقنا بالهدف الرابع، ولكن عدنا لفقدان التركيز لنستقبل الهدف الثاني. إنها رسالة إنذار جيدة لأن شباكنا اهتزت مرتين في فترة قصيرة، ولن يتكرر هذا الأمر في مبارياتنا المقبلة.
رغم ان مانشستر سيتي عنده مباراه مهمه النهارده امام فولان في الدوري الانجليزي، لكن كل التصريحات وكل الاسئله اللي بتوجه لبيب جوارديولا في الوقت الحالي وفي المؤتمر الصحفي قبل اي مباراه بتكون عن مباراه ريال مدريد اللي لسه قدامها 10 ايام في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. طبعا الناس كلها مستنيه تحديدا لفريق مانشستر سيتي الوصول للمباراه النهائيه والتتويج باللقب مع المدير الفني بيب جوارديولا واللي ما حققوش قبل كده، في حين على الجانب الاخر طبعا الفريق الملكي هو المسيطر على منصه التتويج في دوري ابطال اوروبا. اتكلم امبارح بيب جوارديولا اتكلم عن هذه المباراه المرتقبه امام ريال مدريد في نصف نهائي دوري الابطال. تعالوا نسمع تصريحات جوارديولا ونرجع نكمل الكلام. لن يكون ريال مدريد متوترا في دور نصف نهائي كم مره تاهل الفريق الملكي لهذا الدور. انها مباريات عاديه بالنسبه لهم، لقد بلغ فريقي هذا الدور مجددا، لكن هل يعني ان انتصار ريال علينا سابقا سيساعدها على تكرار الفوز مره اخرى على حسابنا؟ الاجابه هي لا، علينا ان نثبت عكس ذلك. تأهل مانشستر سيتي 3 مرات متتالية للدور نصف النهائي سيساعدنا بكل تأكيد، لكن هذا لا يعني أننا سنصل للدور ذاته الموسم المقبل. لا أستطيع أن أتحدث عن تأثيري على مستوى مانشستر سيتي وما أقدمه لكرة القدم الإنجليزية. بأمانة لا أدري ماذا أقول، أحاول أن أقوم بعملي مثل كل المدربين، لكن لست مهتما بما يقال عن الإرث والانطباع الذي سأتركه هنا. كل اهتمامي منصب على عملي وبذل أقصى جهد، وكل شيء سوى ذلك غير مهم. عندما ينتهي شيء في الحياة إنه انتهى، عندما تموت فإن حياتك انتهت، وقد يتذكرك أهلك وأصدقائك لأيام بعد وفاتك. هذه هي الحقيقة، إنه أمر محزن لكنه صحيح. ومع تصريحات بيب نكون خلصنا فقرة أخبار كرة القدم العالمية. خلونا نطلع لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا وأخبارنا في أخبار أون تايم. خليكم معنا. مرحب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة أخبار الألعاب الأخرى. وبدأت أخبارنا مع كرة السلة، حيث أسفرت بالأمس قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023 عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة واللي هتضم معاه منتخبات المكسيك وليتوانيا ومونتينيجرو. البطولة هتقام في دول الفلبين واليابان وإندونيسيا. واتكلم عمرو المصلحي نائب رئيس اتحاد كرة السلة بعد القرعة، ونأكد إن الاتحاد هيلبي طلبات الجهاز الفني للمنتخب من أجل الاستعداد الجيد لهذه البطولة. وتم الاتفاق على خوض الفراعنة معسكرين قبل البطولة، هيكون واحد في إيطاليا والتاني في أبو ظبي من أجل إعداد المنتخب بشكل جيد قبل السفر إلى الفلبين. ما زلنا مع لعبة العمالقة، حيث حقق فريق الأهلي الفوز على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 72-70 في اللقاء اللي أقيم بالأمس ضمن منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة بال، واللي بتقام خلال الفترة من 26 إبريل وحتى 6 مايو المقبل. الأهلي بيستعد لمواجهة كيب تاون الجنوب أفريقي يوم الثلاث اللي جاي. كل التوفيق لممثل مصر في هذه البطولة. نروح لأخبار الكرة الطائرة. النهاردة إن شاء الله في تمام التاسعة مساء هتقام المباراة الأخيرة والحاسمة في نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي لتحديد لقب البطولة بعد فوز كل فريق في مباراة، وهتنقل المباراة إن شاء الله على شاشة قناة أون تايم سبورتس 2. مستمرين في أخبارنا مع حضراتكم، وحقق مهند شعبان لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث الميدالية الفضية ببطولة كأس العالم المقامة بالمجر خلال الفترة ما بين 23 إبريل وحتى الأول من مايو. أما في منافسات السيدات ففازت سلمى أيمن لاعبة المنتخب المصري بالميدالية البرونزية بعد احتلالها المركز الثالث برصيد 1419 نقطة.
تأهلت جانا عادل لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني إلى نهائيات جهاز عرضة التوازن من بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات المقامة حاليا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي اللي انطلقت يوم 27 وتنتهي يوم 30 إبريل النهاردة، وهي طبعا إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وبتقام النهائيات اليوم بمشاركة أفضل 8 لاعبات في البطولة. حققت العداءة بسنت حميدة لاعبة المنتخب المصري لألعاب القوى الميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى في بوتسوانا في سباق 100 متر، وأحرزت الأمريكية توانيشا تيري الميدالية الذهبية. بكده خلصنا فقرة أخبار الألعاب الأخرى، خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل آخر فقراتنا النهاردة في أخبار أون تايم، خليكم معنا. مرحب حضراتكم مرة تانية، دلوقتي وصلنا لآخر فقرات حلقتنا النهاردة وهي فقرة وان شوت. والنهاردة في الفقرة دي هنركز على إنجاز مصري كبير جدا حققته ميار شريف لاعبة التنس المصنفة 59 عالميا، واللي نجحت إنها تحقق إنجاز بيحصل للمرة الأولى في تاريخ التنس المصري، وهو التأهل إلى الدور الرابع في بطولة مدريد المفتوحة لتنس المحترفات. ميار شريف فازت امبارح على المصنفة الخامسة عالميا الفرنسية كارولين جارسيا بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-3 علشان تتأهل لدور ال 16، وبالتالي أصبحت ميار أول لاعبة مصرية بتفوز على لاعبة مصنفة في الخمسة الأوائل بالترتيب العالمي. كمان هي أول لاعبة بتصل إلى الدور الرابع اللي هو دور 16 في بطولة مدريد. ميار كانت بدأت البطولة من الدور التمهيد أو الدور الأول الدور 128 وتغلبت فيه على الإيطالية كاميلا جورجي المصنفة رقم 40. بعد كده لعبت في الدور الثاني دور 64 ووصلت تألقها وفازت على المصنفة رقم 34 الأوكرانية أنهيلينا كالينينا بمجموعتين دون رد، ووصلت لدور 32 أو الدور الثالث واللي واجهت فيه المصنفة الخامسة عالميا كارولين جارسيا وفازت بالأمس أيضا بنتيجة مجموعتين دون رد. بالتالي ميار هتواجه بكرة إن شاء الله في دور 16 البلجيكية إليس ميرتينيز المصنفة رقم 29 عالميا أو إليس ميرتينز. أكيد بنتمنى التوفيق إن شاء الله للنجمة المصرية ميار شريف، واللي كتبت على حسابها في تويتر بعد الإنجاز الكبير: مش قادرة أعبر عن مدى سعادتي بالفوز اللي حققته في مدريد، وكل عائلتي وجماهيري بيتابعوني من المدرجات، إحنا تعبنا واشتغلنا بكل قوة علشان نحقق الفوز ده، شكر خاص جدا لكل واحد سافر لمسافة كبيرة من إلشي لحد مدريد علشان يشجعني. احنا كمان بنشكرك يا ميار وبنتمنى لك ان شاء الله مزيد من التوفيق وتشرفينا اكتر واكتر في لعبة التنس. بكده نكون خلصنا فقرتنا وكون كمان خلصنا حلقتنا النهاردة من برنامج اخبار اون تايم، وفيناكم فيها بكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية. نشوفكم بألف خير ان شاء الله في حلقة جديدة، وشكرا لحسن المتابعة والى اللقاء.